احيانا مقاومه الانسولين هو اولا مقاومه الانسولين هي عرض مش مرض، يعني ده عشان بس الناس دايما بتخلط ما بين حاجتين. مقاومه الانسولين هي العرض اللي بيحصل ناتج عن تناول كميه نشويات عاليه شويه او كميه سكريات كتيره شويه على مدار اليوم. فمع الوقت بيحصل مقاومه الانسولين ان الخلايا اللي هي المستقبله للانسولين ما بقتش شغاله بالكفاءه بتاعتها، فهي دي مقاومه الانسولين. الفكره كلها ان هو لو وزنه مش بينزل على حسب هو بقاله فتره قد ايه ماشي على الدايت وخس قد ايه. لو هو من اول اسبوع ما بينزلش، اذا في خلل في الخطه الغذائيه اللي هو ماشي عليها. قد يكون محتاج لبعض التغييرات اللي موجوده اصلا في قلب البرنامج الغذائي. انما لو هو بقاله فترات كبيره عمال بينزل ينزل ينزل في الوزن وجه في مره راح ثابت، ده طبيعي خالص، واطمنكم يعني ان 90% من الناس اصلا بيحصل لهم كده. ودي بتبقى مرحله اسمها بلاتو، وبتقعد في حدود 3 اسابيع وبعدين بتبدا ان هي تتحرك. لكن لو وزنه مش بينزل خالص، لازم نراجع نسب الفيتامينز اللي بياخدها، لازم نراجع نسب البروتين اللي بياخدها، لازم نراجع نسب الكاربس اللي بياخدها كويس. وفي خلل دايما بيحصل لاغلب الناس. احيانا كميه البروتين لو هي مش كافيه في الدايت ومحسوبه صح على حسب الاحتياجات الغذائيه، ده بيؤدي لتكسير كتير جدا في العضلات. مع تكسير العضلات معدل الحرق الاجمالي بتاع الجسم بينزل. يعني انا لما اقلل البروتين العضلات تيجي اجي كده باجي على العضلات او العضلات تقل؟ طبعا. احنا ربنا خلق لنا لكل حته في جسمنا ليها احتياجات غذائيه معينه او بكميات محدده. طب البروتين ده مش لازم يعني مش مختلف عليه حيواني او نباتي؟ يفضل دايما التنوع في مصادر البروتين، لان في حاله ان انا باخد من نوع واحد بس مش بكفي احتياجاتي من الاحماض الامينيه. البروتين ده فيه احماض امينيه متكونه تحته كتير. تمام. لازم يوصلوا لي ل 20 حمض امين اللي انا محتاجهم بكميات الكفايه. لما باخد من مصدر واحد بس او مصدرين، الكميه اللي بتوصلني في النهايه مش هي دي اللي انا محتاجها. فالتنوع دايما مهم، خاصه للاطفال، لان هو لسه في مرحله نمو ولسه جسمه بيكبر ولسه جسمه محتاج كتير. لما ابدا اعمل له ديفيسيت جامد او عجز جامد جدا في البروتين بالذات، ممكن جسمه فعلا يبدا بقى يخش في القصه اللي قلنا عليها. تمام. ستارفيشن مود، يبدا ان هو يقل شويه في معدل الحرق.